نبغي يكون انت مغاتل لعدف الصحراء مدام نبغي ما مغاتل في زينات حزام لا نبغي من شكون الجيش الصحراء مرفوع الامام الجمعية الصحراوية بلجيكا جمعية تحناها بلجيكا لا نبغي كون نعيش السلام عليكم الزعام تحية الصمود وتحية لشهدائنا الأبرار وتحية للصحراويين كاملين اللي كانوا في الموعد اليوم باش يقولوا جايين مجلس حقوق الإنسان باش يقولوا له نطبق القانون ما ندوروا عندوش ندوروا هلا يطبق القانون اللي هو في صالح هذه القضية الوطنية احنا ما ندوروا شي عند حد ندوروا القانون يطبق واحنا هذه قضية ما امنين بها وعارفين على انه ما خص اسمه تطبيق القانون نقولوا له بركة من شرار الذمم وبركة من وانا والصحراء والتشوان وندوروا انا والصحراء وتريا خضراء حي الشابات منات الساقية اللي استطاعوا اليوم على انهم يجمعوا هذا الحشد الكبير وتريا الصحراويين وتحية لكم وعاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونشكر الجميع مرة ثانية ونتمنوا على انكم تثابر الجهود وتعود اليوم الوقفة في جنيف وقفة في باريس والنهار الثالث في بروكسل إلى أن ننالوا استقلالنا كامل شكراً لكم والسلام عليكم شكراً لممثل جمعية بلجيكا خطى الوقت الصحراء بارك مع إسبانيا إسبانيا القوة الكبيرة فيها أكثر من 5 سنوات أكثر إن شاء الله قبل عودة جانا منها 10 كيلات والله 11 غير دلجة كافي وراه يمثل الملك إذا يتقدم ممثل عن جمعيات إسبانيا الأخ القائد خليل مشكور وبما أن إسبانيا هي القوة العظمى فيها أكثر من 5 آلاف نعطوها 3 دقائق إذا سمحت لا نبغي يكون الحرية المكتب الجبهة الشعبية لتحرير ساقة الحمراء وادي الذهب لا نبغي يكون الحرية الجالية الصحراوية لهذا الاحتضان المتميز فرد الصحراء ظهرنا على أن في المواجهة وأعلننا جزء من المجتمع الصحراوي مواجهة مخططات العدو وبالتالي على أن وجودناهم وصلنا الرصائر المباقين وأعلننا كاملين من بار ولا مخاطب باسمنا المسألة الثانية على أن جالية في أوروبا موحدة